تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما حدش يتكلم ليه على الصعيد في الفترة دي بيحصل فيها حرب ابن أب ابنه. لا دي حاجات هندي دي منقولة المسلسلات اللي شفتوها الصعيدي ده منقول من حاجات هندي مليون في المية. الهندي القديم كمان مش الهندي الجديد. سؤال تاني عشان الوقت عشان خلاص الحته مهم جدا عن فيلم الشهيد وانتهوا المركز الاول. الجمله الاوليه سهله يعني الدراما مرآة المجتمع او الفن مرآة المجتمع وبيعكس الحالات الموجوده في المجتمع. الجمله الثانيه انه المجتمع هو الذي يفرض ابطاله. هدي لكم مثال في احداث 25 يناير اللي حصلت. اللي ما كانش بلطجي بقى بلطجي. الناس اللي وقفت ممكن انتوا لسه يعني ما تبقوش قوي على الفتره اللي هم 11 سنه كنتوا لسه برضه مش مدركين الاشياء عامله ازاي. لكن السنين اللي فاتت احنا بقيت يعني لما حصلت الهجمه الشرسه اللي حصلت على وابتدينا دلوقتي نعرف اسبابها كلها كانت عامله ازاي والمطامع كانت معموله ازاي وكان ايه اللي منصوب لينا كلنا. فبدا يطلع ناس كده غريبه اللي هم يقفوا يحرسوا البيوت وهو الاخر ودول كان يعني عملوا نظام في المجتمع نظام كان سيء جدا. فبقى النموذج البطل هو انا اسف اللفظ اللي بقوله هو البطل. فطلعت افلام بقى اللي هي زي الالماني وعبده موتة وعبده مش عارف ايه وبدات المجتمع يطلع الشخصيات دي. فبدا كان نموذج للمجتمع الحمد لله احنا بنتخلص من هذا من هذه العادات او هذه الشخصيات اللي كانت اصبحت غريبه. زمان كان البرطبة زمان كانت اللي هو الراجل الجدع وشفت ده في الوقت كبير محفوظ اللي هو كان بيمسك النبوت ويجيب حق الناس الغلابة ويخش يتخانق عشان خاطر يجيب لهم حق. فهو المجتمع كان كده. المجتمع اتغير لما المجتمع اتغير بقى النموذج هو النموذج دي. فدايما حط في دماغك ان الابطال المجتمع الذي يفرز ابطاله. احنا دلوقتي ما تتوقعش ان كل اللي هتشوفه كويس لانه في ناس متاثره بما يعني او باللي كان قبل كده. وفي بعض الاتجاه في الانتاج الغير مصري انه عاوز يبين وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي عاوز يبين انه البلطجه ما زالت موجوده في مصر وان البلطجي ده هو الجدع وهو دول ملوك الجدعنه ودول كذا وكذا وكذا. فهم اللي بيعملوا ده ابطال مصريين وكل حاجه ولكن هو في النهايه الفكر الذي يقدم من هذه الاعمال عاوز يقول ان المجتمع عندنا ما زال هم دول الموجودين وهم دول المسيطرين وده غير حقيقي. ده غير حقيقي جدا. تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.